لكن حابين نرجع بيكم للاحتفالات والذكريات والافراح وسويت نوفمبر. يعني دايما هتلاقي كل شهر نوفمبر في بطوله، في 10 هتلاقي اورلاندو بطل جنوب افريقيا، 11 هتلاقي الصفاقسي و2006، 12 11 هتلاقي النجم الساحلي والثلاثيه الشهيره محمد بركات، كابتن محمد ابو تريكه الاول، كابتن اسامه حسني، كابتن محمد بركات. وهنا لازم اخص بالذكر الاسيست الرائع من الكابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، دائما في الذكرى ودائما في القلب يا محمد عبد الوهاب. وده طبعا اورلاندو بايركس، وده طبعا الصفاقسي 2011، وده طبعا احتفالات الصفحه الرسميه. فبقول لكم يا جماعه شهر نوفمبر شهر سعيد جدا على النادي الاهلي، مستنيين يوم 16 والقطن، ويوم 17 والترجي، ويوم 27 والقضيه. ممكن دي ده شهر نوفمبر، شهر احتفالات النادي الاهلي، شهر احتفالات جماهير النادي الاهلي الحصاد الافريقي. وبالمناسبه دي انت بقى قادر كمشجع انك تشارك في برنامجك ده الاهلي خط احمر من خلال هاشتاج الاهلي خط احمر على تويتر، وتشارك ايه هي اهم بطوله عندك، ايه هي ذكرياتك مع البطولات. فعندك بقى 10 نوفمبر، 11 نوفمبر، 12 نوفمبر او 16 نوفمبر القطن، او 17 نوفمبر الترجي، او 27 نوفمبر والقضيه. ممكن صاروخيه محمد مجدي قفشه، وكان الهدف الاول لعمرو السوليه اللي هو بيعتبره الهدف الاغلى في حياته، لان البطوله دي البطوله الاغلى في حياته. فاحنا كمان مستنيين تقولوا حضراتكم ذكرياتكم مع شهر 11 تحديدا. وانا شايف ان ممكن اغششكم كده، الصراع هيكون شديد جدا ما بين 2006 وتسديده ابو تريكه، و27 نوفمبر 2020 وتسديده القاضيه، وهيخش صراعات كتيره جدا. ولكن انا بالنسبه لي الفرحه الهستيريه في 2006 بالتاكيد، لان البطوله كانت صعب انها تيجي، ولكن يبقى بالنسبه لي هدف محمد مجدي قفشه هو الهدف الاهم في شهر نوفمبر بالنسبه لي، مع كامل احترامي يعني للناس يعني. وطبعا بص النادي الاهلي يا اسامه، دايما بقول تاريخه يدينا الباور ده، واحنا قاعدين نتكلم يا جماعه انت من الذكريات والتنافس والبطولات اللي احنا حققناها تحس ان فعلا النادي الاهلي عنده تاريخ يزهو بيه مش موجود في حته. يعني انت بتتكلم في نوفمبر انت بتختار ما بين الافضل والافضل، الذكرى الاستثنائيه والذكرى الاكثر استثنائيه، مش ما بين ان ده حدث استثنائي في تاريخك فيا جماعه احنا تعالوا بقى نتشعلق في 2006 دي ما شفناش بعدها تاني. انت شفت 2005 و2006 و2008 و2012 و2012 كمان انت متعادل 1-1 وقال لك خلاص بقى يعني الترجي، الترجي قال لك احنا استوعبنا الدرس من الصفاقسي فتروح تعمل اداء هو الافضل بالنسبه لي في مباراه نهائيه خارج الارض. وليد سليمان كان ليه المشهد بتاعه خارج الارض في بطوله يمكن كان كابتن محمد ابو تريكه فيها ما كانتش افضل بطولاته، ولكن تخيل انت بيضيع ركله جزاء في البطوله دي، كان بيبقى رد فعل الجمهور مفيش مشكله، لان انت كنت في حاله يا اسامه، هو كانت في الدقيقه الاخيره وكنت حاله غريبه القصة. يعني احنا كنا في ذكريات وفي احساس غريب جدا يا جماعه. وانا عايز اقول البطوله دي ما بتاخدش حقها 2013، لان احنا لعبنا في ظروف صعبه جدا، كنت بتمر بنشاط مش منتظم وقتها، وكانت ظروف رياضيه انا بقول ان هي عن تدريبات وتتدرب سريا صباحا، وكانت قصه صعبه جدا. مستحيل تفرز البطل، مش صعب. يعني انت لما تيجي تبص السيناريو بتاع البطوله دي تقول لا يا جماعه احنا السنتين دول او الفتره دي مش بتاعتنا، واذا بالنادي الاهلي بيخرج عليك كبطل في 2012 و2013. بس مهم الناس ما تنساش الهاشتاج اللي معانا، عايزين مشاركتكم عليه، الاهلي خط احمر، والهاشتاج مرتبط باللي احنا بنكلمكم فيه، اجمل وابرز ذكرياتك في نوفمبر. حابب تقول حاجه؟ انا حابب اقول بس بطوله 2012 دي من صعوبتها ان احنا كنا قاب قوسين او ادنى من الخروج امام الملعب المالي لو تتذكر، ده ابو تريكه بقى 1-0 في الذهاب، والفرقه قعدت في المطار وكان صعب الرجوع وحاله صعبه جدا، وتيجي كمان تتلقى هدف هنا فتبقى محتاج تسجل 3 اهداف، فينزل ابو تريكه يحط هاتريك في الشوط الثاني، كانت حاله صعبه جدا. فبالفعل كانت بطوله صعبه جدا 2012، ويمكن الناس احتفلت ب 2012 وقللت برضه 2013. احنا عندنا مشكله في البطوله الثانيه دايما في فكره الاحتفال. هنستنى حضراتكم على هاشتاج الاهلي خط احمر، وهنستعرض كل شيء في الاهلي خط احمر ان شاء الله كالعاده.